يلا بينا نجهز النهاردة مع بعض ونكمل بقية سلسلة تعليم الميك اب للمبتدئين، وهنعمل ميك اب بسيط كده قبل ما ننزل، ولوك بسيط قوي للعين. فيلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة زي ما احنا عارفين هي ان احنا لازم نرطب البشرة كويس جدا، وكمان هنرطب كويس جدا حوالين العين بما اننا هنحط كونسيلر او اي مكان هنحط فيه فاونديشن او كونسيلر، فاحنا لازم نرطب حواليه كويس جدا. اما دلوقتي فانا هحط روج على البشرة مكان التنت، او ممكن تحط تنت او ممكن تحط بلاشر كريمي الانسب ليكي. ممكن تحطيه، انا عن نفسي بحب احط روج اكتر لان هو بيثبت معايا فترة اطول. بعد كده هبتدي ان انا بقى اثبت مكان الكونسيلر والفاونديشن بكمباكت باودر بفرشة فلافي خالص، لان انا محتاجة طبقة بسيطة قوي من الباودر عشان خاطر مش حابة طبقات كتيرة قوي على البشرة واحنا في الصيف والجو حار. هناخد بقى درجة اي شادو بسيطة خالص على كشميرات شوية، بحيث ان احنا نرسم بيها على الجفن الثابت زي ما انتم شايفين كده بفرشة فلافي واسعة، برسم على الجفن الثابت درجة كشمير غامقة شوية. وبعد كده ببتدي ان انا احط لو في حاجة جليتر او حاجة شمر بحطها على الجفن المتحرك. دلوقتي بعد ما وزعنا الدرجة الكشمير على الجفن الثابت او الدرجة المات على الجفن الثابت، هبتدي اخد درجة كشمير كده جولد مع كشمير، عملت ميكس بين الدرجتين وحطيتهم على الجفن المتحرك. اكتر حاجة بتثبت معاكي الدرجة الشمر هو ان انا اوزعه بالصباع اكتر كمان من الفرشة، زي ما انتم شايفين كده بتخلي الافكت بتاعه قوي. بعد كده هنحط مسكرة بقى ونكتفي كده برسمة عين سهلة وبسيطة، دي للناس اللي عايز تعلم الحاجات السهلة البسيطة. بعد كده ابتديت ان انا اوزع درجة بلاشر قريبة من درجة لون الايشادو اللي حطيناه على الجفن الثابت. بعد كده هنا هبتدي ان انا احدد الشفايف بدرجة لون روج بني على الطرف، وبعد كده هبتدي ان انا اخد درجة روج قريبة شوية من درجة لون الايشادو اللي احنا حطيناه فوق العين، درجة كشمير شوية. لو حابين تكتفوا بكده ممكن تكتفوا بكده عادي، اما لو في ناس بتحب الجلوس فانا حطيت درجة جلوس كده بسيطة شوية فوق الروج. وبس كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب تحت القناة ولايك للفيديو. هسيبكم بقى مع بقية الفيديو وسلام.